أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم تعيين إمام المسجد على وظيفة رسمية مثل ما هو معمول به في هذا الوقت؟ لا بس، هذا طيب. رزق الأئمة والقضاة والمؤذنين من بيت المال هذا طيب، هذا لمصالح المسلمين، ما تقوم مصالح المسلمين إلا بهذا، وهم ما يستطيعون يتفرغون يعطلون أعمالهم، لهم أولاد ولهم بيوت، لازم من شيء يعينهم على النفق، لا بأس بهذا إن شاء الله. لكن ما يكون قصده الراتب، يكون قصده القيام بهذا العمل وأن يستعين بهذا الراتب على طاعة الله عز وجل، والنيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. ما نتهم الناس أو نسيء الظن بالناس، لكن نوصي بإخلاص النية والقصد لله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.